الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. في المحاضرة السابقة انتهينا من الكلام على كتاب النكاح وكذلك على كتاب الرضا، واليوم بتوفيق من الله عز وجل نبدأ الكلام على كتاب الطلاق. قبل أن نبدأ بقراءة المتن ننظر في الحاشية إلى تعريف النكاح، تعريف الطلاق. الطلاق لغة رفع القيد مطلقا سواء كان حسيا أو معنويا. فمعنويا يطلق على طلاق المرأة، وحسيا يقول أطلقت الفرس، أطلقت الحمامة، فيستخدم بهذا المعنى. اصطلاحا رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص. رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل، في الحال بأن يستخدم لفظا من ألفاظ الطلاق البائن: أنت طالق ثلاثا، أنت البتة، فلا يبقى بينهم نكاح. وفي المآل أن يستخدم لفظا من ألفاظ الرجع، فلو قال أنت طالق يجوز له أن يراجعها في العدة. ومتى يرتفع النكاح بمعنى لا تحل له؟ إذا انتهت العدة. إذا استخدم لفظا من ألفاظ البينونة ارتفع قيد النكاح في الحال، وإذا استخدم لفظا من ألفاظ الرجع يرتفع النكاح في المآل بمعنى عند انتهاء العدة. وهنا مسألة بعد تعريف الطلاق، وهي: هل الأصل في الطلاق الحظر أم الأصل في الطلاق الإباحة؟ المشهور عندنا أن الأصل في الطلاق الحظر، كما حققه ابن الهمام وأيده في ذلك ابن عابدين، لأنه في الآية القرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالطلاق خلاف السكن وخلاف المودة والرحمة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا هذا أيضا ينبه على عدم استحباب الطلاق. فالرجل مأمور بالصبر على المرأة وعدم طلاقها ولو كره منها شيئا. وهناك روايات في الأحاديث تؤيد هذا المعنى، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء. معناها من يرغب دائما بالتزوج للاستمتاع
ثم الطلاق، وكذلك المرأة تتزوج للاستمتاع ثم ترغب بأن تطلق. هذا في مصنف ابن أبي شيبة، وبلفظ إن الله لا يحب الذواقين والذواقات في تفسير الطبري ومسند البزار والمعجم الأوسط والفردوس، وفي أسانيده ضعف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وغيرها، والمستدرك وصححه بلفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وله شاهد عند الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. وفي رواية عن معاذ إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق. وعن أبي هريرة: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش. وعن علي: يا أهل العراق لا تزوجوا الحسن، يعني ابنه، فإنه مطلاق. فقال له رجل: والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق، في صحيح ابن حبان. وعن أبي موسى: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله تعالى يقول: قد طلقت قد راجعت. من هذا العرض نلاحظ، وإن كانت هذه الروايات فيها ضعف ظاهر، لكن بمجموعها يثبت لدينا أو نعلم أن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق له أصل، ويوجد شواهد عديدة تؤيده، وهذا أيضا يؤيد المعنى الذي نريد، وهو أن الطلاق الأصل عدم الطلاق. طيب، هنا يرد سؤال: طالما أن الطلاق خلاف الأصل ومبغوض، فلماذا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها؟ ولماذا يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء؟ ولماذا فطلقوهن لعدتهن؟ ألا يدل على الإباحة مطلقا؟ فنقول: هذا محمول على الطلاق بعذر، بسبب، مثل كبر، ريبة، دمامة خلق، يعني أخلاق سيئة بينهما، تنافر طباع بين الرجل والمرأة، طلقها من أجل أن يؤدبها. سيأتي معنا أن الطلقة الرجعية الأولى وحتى الثانية هي أحد وسائل تأديب الزوجة، أو عدم قدرة على القيام بحقوق النكاح. الرجل لا يستطيع أن يقوم بحقوق النكاح، سواء إفاء المرأة حقها في الوطئ أو النفقة. فإذا محمول هذه الآيات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحاجة. طيب، بس هذه مقدمة، هل الأصل في الطلاق الحظر أو الأصل فيه الإباحة؟ يقول في المتن قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السنة، وطلاق البدع. عند كلمة الطلاق يوجد أيضا تعليق لطيف في الأسفل نذكر فيه الأحكام التكليفية للطلاق. أن الطلاق يكون مباحا، متى يكون مباح؟ إن كان هناك حاجة للطلاق، كما مر من ريبة وكبر ودمامة خلق وتنافر طباع وإرادة تأديب وعدم قدرة على القيام بحقوق النكاح.
الاستحباب يستحب في حالات للرجل أن يطلق زوجته إن كانت هذه المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله تعالى. فلو كانت تؤذيه أو تؤذي غيره ويريد أن يبعد الأذى عن نفسه وعن غيره ممن تؤذيه بسبب زواجها منه يستحب له أن يطلقها، كذلك جعل إذا كانت تاركة مثلا لصيام أو لصلاة. هنا يوجد فائدة أنه لا إثم بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كان مكروه تنزيها، يعني هذا معنى يستحب أن يطلقها لكن لا يأثم. الثالث الكراهة، متى يكره أن يطلقها؟ إن كان الرجل لا يشتهي هذه المرأة، يعني لا يرغب فيها كزوجة ولا يجد نحوها عواطف الزوجية، ولكنه غني قادر على أن ينفق عليها، فيكره له أن يطلقها إذا رضيت أن يستبقيها عنده بدون أن يكون لها قسم ولا وطئ، يعني لا يصبح يعطيها يوما ولا يطأه لأنه لا يجد عنده رغبة بها. في هذه الحالة يكره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة بنت زمعة. ففي الحديث إن سودة بنت زمعة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. جيد. الرابع الوجوب، يعني يجب أن يطلق. متى يجب على الرجل أن يطلق؟ إن كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا، يعني لا يقدر على الإمساك بمعروف، لا يقدر على الإمساك بمعروف. الخامسة الحرمة، يحرم عليه أن يطلقها إن كان طلاقا بدعيا، سيأتي بعد قليل معنى طلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. إذا نعيد هذه، في حالة يباح للرجل أن يطلق وهو إذا كان هناك سبب، في حالة يستحب للرجل أن يطلق وهو إذا كانت المرأة هذه مؤذية له ولغيره أو تارك لفرض من فرائض الله، في حالة يكره له أن يطلق إن كان يمكن أن يبقيها وينفق عليها لكنه لا يجد اتجاهها رغبة الرجل مع زوجته فيتركها بلا قسمة ولا وطئ إن رضيت هي بذلك. والرابعة يجب على الرجل أن يطلق طبعا إن أرادت المرأة، إن كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا. والخامسة يحرم على الرجل أن يطلق إن كان الطلاق بدعيا. طيب الآن في المثل الطلاق على ثلاثة أوجه. الآن سيكلمنا عن الطلاق من حيث السنة والبدعة، هذا أصبح مصطلح ليس معناه الطلاق مسنون وليس البدعة بالمعنى الذي نعرفه إحداث شيء مخالف لأصول الدين، وإنما أصبح مصطلح طلاق سني وطلاق إيش؟ بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني بمعنى وافق الهيئة
المسنونة في الطلاق. وطلاق بدعي خالف الهيئة المسنونة أو المشروعة إيش في الطلاق. وافق الهيئة المشروعة في الطلاق، خالف الهيئة المشروعة في الطلاق. طيب الطلاق دكتور، لا نعتبر أولادكم صغار. نعم في الطلاق. نعم. لا نعتبر أولادكم صغار، مثلا يتزوج بس ولكن عليهم بس يوجد أولاد صغار. أها. هل نعتبر أولادكم أو بس بفعل الزوجة؟ يعني تقصد مثلا عندها أولاد صغار ولو طلقها يكون تشرد لهؤلاء الأولاد الصغار، يعني ضياع لهؤلاء. لا شك أنه يعتبر، يعني إذا كان بس هو، يعني الآن ننظر هل هي تقبل أن تبقى أو لا تقبل. بس في الحكم عندما نقول، يعني قبل قليل الأحكام التي نقولها أكثرها ديانة، يعني ففي الديانة نراعي ما حوله، سواء أطفال أو أسرة أو أب أو هو غني أو فقير أو المرأة. فهذه الذي ذكرناه يعني توصيف، يعني بس هل يؤثر شيء آخر؟ نعم. طيب قلنا الطلاق الآن من أقسام، وسنتكلم عليها بعد الرابط، سنتكلم عليها من حيث إيش؟ سنتكلم عليها من حيث إيش؟ السنة إيش؟ والبدع. فالمسنون هو الطلاق الموافق للهيئة المشروعة، والبدعة هو المخالف للهيئة المشروعة. فممكن أن نقول هو على قسمين، سني وبدعي، ويمكن أن نقول هو على ثلاثة أقسام. أحسن الطلاق وسني وبدعي. فهل أحسن الطلاق يدخل في الطلاق السني؟ هذا أولى، يعني أن نجعله على قسمين، أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة، السني البدعي قسمان. نأتي نتكلم الآن عن مين؟ عن الطلاق السني. الطلاق السني أحسن الطلاق، أحسن الطلاق، يعني هذه أفضل صورة يمكن للرجل أن يطلق فيها. ثم إيش؟ الطلاق السني الآخر، الصور الأخرى. الآن أحسن الطلاق مكتوب أمامنا في الصفحة التي بعدها، أحسن الطلاق وهو أن يطلق، أنا هذه المرأة خلاص لا أرغب بالاستمرار معها ولا أريد أن تبقى معها، ما هي أفضل صورة أن أطلقها؟ أوقع عليها طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه وأتركها. فإذا رغبت بإرجاعها في أيام العدة قدرت على ذلك، وإذا انتهت أيام العدة وأردت أن أراجعها أحتاج إلى رضاها أيضا، يمكن لأنني فقط طلقت طلقة واحدة. ففي أيام العدة أستطيع أن أراجعها بلا رضاها، وبعض أيام العدة بعقد ومهر جديد. فهذه أفضل صورة في الطلاق، أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، هذا أحسن الطلاق. جيد. ثم طلاق، أقرأ العبارة هنا، وقال أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة، جعلها ثلاث أقسام، بس قلنا يمكن أن نجعل أحسن الطلاق موجود في داخل قسم إيش؟ طلاق السنة. ممكن، بس لماذا قالوا يعني جعله قسم لحل؟ لأنه إذا قال أنت طالق للسنة، يعني أصبح مصطلح أن يقول أنت طالق للسنة،
فيقع الصورة التي سأخبركم عنها الآن ثانيا ولا يقع أحسن الطلاق. لأن طالق للسنة أصبح المعروف شخص هكذا هو مصر على أن يطلق زوجته ثلاثا، ثم يأتي ويسألك. قبل قليل كنا نتكلم عن رجل يريد أن يطلق زوجته فقط، فقلنا أحسن الطلاق ما هو؟ هنا لا، هو يريد أن يطلق زوجته ثلاثا، فيقول لك ما هي أفضل طريقة؟ فتقول له طلق طلقة في طهر لا جماع فيه، ثم يأتي الطهر، ينتهي الطهر ويأتي حيض، ويأتي طهر آخر فيطلق طلقة أخرى في الطهر إيش؟ الثاني. ثم ينتهي الطهر والحيض ويأتي طهر ثالث فيطلق طلقة في طهر ثالث. هي معنى طلاق السنة. فلو واحد قال للزوجة أنت طالق للسنة، يقع عليها ثلاث طلقات، بس ليس الآن، طلقة في هذا الطهر، ثم طلقة في الطهر الذي بعده، ثم طلقة في الطهر الذي بعده. طبعا من هذا نستفيد شيء، إنه يعني شخص يبقى ثلاث أشهر وهو كل شهر يوقع طلقة، إذا الأمور وصلت به مع زوجته إلى نهايتها. الإنسان ممكن يغضب أسبوع أسبوعين، أما يبقى غضبان ثلاث أشهر، ثم يأتي الشهر الذي بعده يوقع طلقة، ثم يأتي الشهر الذي، فهذا يكون عنده إصرار هائل وكبير جدا. فإذا شخص أصر على أن يطلق زوجته ثلاثا، هو يقول أنا أريد ثلاثا، ما هي أفضل طريقة؟ فنقوله طلق في طهر ثم طهر ثم إيش طهر. بخلاف من يريد أن يطلق فقط، فنقول له طلق طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه. لذلك هنا قال أحسن الطلاق أن يطلق رجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا قلنا في الطلاق المطلق. وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها. لماذا قال المدخول بها؟ لأنه غير المدخول بها لا يوجد عندها عدة، وبالتالي مجرد قال لها أنت طالق انتهى. فلا يستطيع أن يطلقها ثلاثا إلا إذا أوقع الثلاثة إيش؟ مرة واحدة. فهمناها؟ غير المدخول بها ليس لها عدة، وبالتالي لا يستطيع أن يوقع ثلاث طلقات إلا إذا طلق ثلاثة مرة واحدة، وهذا الطلاق البدء. لذلك قال المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. انتبهنا لها؟ إذا عرفنا الطلاق الحسن اللي هو السنة، والطلاق الأحسن. الطلاق الحسن متعلق بأن يطلق زوجته ثلاث طلقات، والطلاق الأحسن أن يطلق زوجته إيش قلنا؟ طلقة إيش؟ واحدة. خلاص؟ نعم. إذا طلق السنة ورجع في طهر أولى، لا يقع طلق في طهر الثاني والثالثة؟ يعني معنى الكلام أنه أوقع طلقة في الطهر الأول، فهو مخير أن يوقع في الطهر الثاني أو في الطهر إيش؟ الثالث. إذا طلق السنة، يعني طلاق السنة، قال أنت طالق، طلاق السنة، طالق للسنة، استخدم هذا اللفظ. أنا غير متأكد منها، يعني هل إذا قلنا أنت طالق للسنة أنت طالق للسنة يصبح لزوما عليه الآن أن يقع ثلاث طلقات؟ الظاهر لا، لأننا أعطيناه، إذا لم يمنع ذلك ولم يرجع عن هذا
الله أعلم. هو ما في رجوع في الطلاق، بس هو اللفظ أعطاه حق أن يقع طلقة ثم طلقة ثم طلقة إن أراد ذلك، الله أعلم. وبالتالي يظهر أنه إن لم يرد لا يقع في الثانية والثالثة، بس مع ذلك المسألة تحتاج مراجعة. طيب وطلاق البدعة أن يطلقها، هذا طلاق البدعة طلاق محرم بهذه الصورة بهذا الوصف، أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، لو قال أنت طالق ثلاثا فإنها تقع ثلاثا، بس هو فعل محرمة. أو أنت طالق، أن يطلقها ثلاث بكلمة بعدها أنت طالق ثلاثا، أو ثلاثا إيش معناها؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهمنا الفرق بينهما؟ ما معنى بكلمة واحدة أنت طالق ثلاثا؟ أو ثلاثا معناها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا كله يقع في طهر واحد، ولو كان بينها يومين وثلاثة وأربعة، انظروا يعني سواء أوقعها في مجلس واحد أو سواء أوقعها بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين، طالما أنه طلق ثلاثا في طهر واحد ماذا جعلناه؟ بدعي، بدعي محرم. فإن فعل ذلك وقع الطلاق، لا نختلف في وقوع الطلاق ولا نزاع بين الأمة في وقوع طلاق، ما في خلاف. وبالت منه وكان عاصيا، يعني لم تعد زوجة منه وكان عاصيا بهذا إيش الفعل، جيد. ثم رجع وقال والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت، الآن بعدما ننتهي نرجع نراجعها كاملة. سنة في الوقت، سنة في الوقت أن يكون الوقت، أراد أن يبين سنة في الوقت أن يكون الوقت وقت طهر لا جماع فيه. وسنة في العدد، مثلا طلقة والطلقتين سنة، الثلاثة بدعي. فالسنة في العدد تستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها، سواء مدخول بها أو غير مدخول، يوقع لها طلقة أو طلقتين هذا يعتبر سني، مدخول أو غير مدخول بها. والسنة في الوقت تثبت في حق المدخول بها خاصة، غير المدخول بها معناه ولو كانت في حيض ما دخل بها وما زال بينهم شوق، الحيض يجعل نفرة ما بين الرجل إيش والمرأة، هنا لأنه لا يوجد دخول أصلاً فما زال الشوق موجود والرغبة موجودة، وبالتالي ولو طلق المرأة غير المدخول بها، طلق المرأة غير المدخول بها في الحيض يعتبر سني، فهمناها؟ أما إذا طلق المرأة المدخول بها في الحيض يعتبر إيش؟ بدعي، فهمناها؟ وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا مين؟ المدخول بها، يعني واحد ليست حائض، واثنين الطهر لم يجامعها فيه، وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض، صحيح؟ دقيقة. طيب وإن كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر، اللي هي الصغيرة والآيس، فأراد أن يطلقها للسنة، ما قلنا أنها أراد أن يطلق، هو مصر على أن يطلقها ثلاث تطليقات، كيف يطلق؟ يطلق طلقة ثم ينتظر شهر، يطلق طلقة ثم ينتظر شهر ويطلق طلقة، لأن هذه ما عندها حيض، فأراد أن يطلقها للسنة، طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى. كيف هنا جعلنا بين كل طلقة وطلقة؟
حيض هنا جعلنا شهر. فإذا مضى طيب ويها وطلاقها بزمان. المرأة ذوات الحيض من جهة الزمان قلنا يطلقها للسنة في غير حيض ولا طهر جامعها فيه، صح؟ أمرين. بينما الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي لا تحيض فقط واحد، أو حتى لا يوجد الاثنين. كيف لا يوجد الاثنين؟ لا يوجد حيض حتى نقول لا يطلقها في حيض، بس لا يطلقها بدل حيض في الشهر مرتين، صح؟ فاستبدلنا الحيض بالشهر. والثانية ما هي؟ الفكرة الثانية التي اشتغلنا عليها ما هي؟ الفكرة الثانية، الفكرة الثانية أنه لو جامعها، يعني جامع الصغيرة أو الكبيرة ثم طلق، لا يكون بدعي. طب لماذا في ذوات الحيض جعلناه بدعي؟ ذوات الحيض يخشى من جماعها الحمل، وهذا يعني أن العدة تطول. بدل أن تعتد 3 حيضات تعتد 9 أشهر، لأن ذات حمل، صحيح؟ وإبقاء المرأة 9 أشهر في العدة يكره ذلك. فهمناها؟ ففي الصغيرة والكبيرة لما أمنا من الحمل لم يكره أن يجامع ويطلق. أما في ذوات الحيض خشية أن يكون حصل حمل كرهنا ذلك. فهمناها؟ طبعا يذكرون هذا، وهذه العلة المعتبرة. يذكرون معنى آخر لماذا لم يجامعها فيه؟ نريد ما يدل على النفرة. نريد ما يدل على النفرة، نريد ما يدل على النفرة، فهي تكون طاهر. ومع ذلك ما هو معروف من رغبة كل رجل بالمرأة، ومع ذلك بدل أن يقترب منها يطلق. هذا دلالة على أنه لم يطلق بعاطفته نتيجة غضب ومشكلة صغيرة، ولكن نتيجة تفكير كبير، وأن هذه الحياة بينهم لا تصلح أن تستمر. فهذا المعنى مراعى أيضا. لكن الحكم كحكم، هذا كحكمة قبل غير، بنيناه على ماذا؟ بنيناه أن لا نريد أن تطول العدة. فهمناها؟ جميل. وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. نفس الشيء، ما هي حامل، امرأة حامل ويريد أن يطلقها، يجوز عقيب الجماع، لأن لن يطول العدة، هي أصلا طويلة. ويطلقها للسنة 3، يعني إذا قال أنت طالق للسنة، إذا قال أنت طالق للسنة للحامل، يقع طلقة ثم شهر، طلقة ثم شهر، إيش طلقة، يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وبيس. وقال محمد لا يطلقها للسنة إلا، لو قال أنت طالق للسنة على قول محمد كم يقع عليها؟ واحدة فقط. انتهينا. الآن نريد أن نراجع ما مر معنا، نريد أن نرجع ونتكلم عن هذه الأقسام للطلاق. نلخص ما درسنا. إذن أقسام الطلاق من حيث إيش؟ السنة والبدعة. أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة.
قلنا الافضل خلينا نقسم قسمين طلاق سني طلاق بدعي. سني جعلنا فيه قسم احسن الطلاق والحسن. احسن هو من يريد ان يطلق زوجته فقط، فنقول طلق واحده في طهر لا جماعة فيه. طب لو كان غير مدخول بها ايضا يطلق طلقه ايش واحده، نستطيع ان نعتبره هكذا. طيب من اراد ان يطلق زوجته ثلاثا، ما هي الهيئه المشروعه؟ ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه طلقه، ثم ياتي طهر اخر طلقه، ثم طهر ثالث طلقه. طب ان كانت صغيره او آيس طلقه ثم طهر طلقه ثم طهر طلقه. ان كانت حامل نفس الشيء، لكن الصغيره والكبيره والحامل ولو جامعها وطلقها لا يكون تاركا للسنه. انتهينا من هذا. وفي السنة مر معنا أن غير المدخول بها لا فرق بين الحيض والطهر، فلو طلقها طلقة في حيض أو طهر يكون إيش؟ سنة، صحيح؟ طيب الآن البدعي له صور، أن يكون بالعدد، أن يطلقها ثلاثا، هذا إيش؟ بدعي. أن يكون في الوقت، أن يطلقها في الحيض، هذا يعتبر إيش؟ بدعي. أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا يعتبر أيضا إيش؟ بدعي. صحيح؟ نعم. بقي شيء لم أذكره؟ وطلاق السني والبدع كله واقع، لكن الموضوع إثم وعدم إثم. سنة في الوقت والعدد. لا قصنا في السنة طلع. ليس في سنة طلاق البدع. نعم. قصنا سنة الوقت وسنة في العدد. بس يعني هو نفس الشيء، تتحدث فيه هنا وتتحدث فيه على حسب الكلام. طيب الآن نتكلم عن صورة، بس لاحظة ثم أعطيك المجال حتى أن تكون انتهيت من فكرة السنة والبدعة. هذه آخر فكرة فيها اللي هي صفحة 31 عندي. إذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض، خلاص وقع من الطلاق في حال الحيض، وهذا حصل مع سيدنا ابن عمر، واستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليك أن تراجعها. حتى أقرأ لكم الحديث أفضل. عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليق واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها، أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، في صحيح مسلم وصحيح البخاري. ما هي صورتها؟ طلق سيدنا ابن عمر في الحيض، النبي قال له أرجع وابقيها عندك حتى ينتهي الحيض، ثم يأتي طهر، ثم تأتي حيضة، ثم يأتي طهر. فصار خلاف عندنا، ما حكم إرجاع المرأة؟ النبي قال له هنا فأمره أن يراجع، هل أمر النبي للمراجعة على سبيل استحباب ولا سبيل الوجوب؟ قولا في المذهب قيل يجب وقيل يستحب، هذا أول خلاف. الخلاف الثاني، هل يطلقها بعد أن يراجعها في أول طهر، ولا يفعل كما في الحديث ينتظر حيض ثم طهر آخر؟ أيضا خلاف. القدوري ماذا اختار؟ انظروا، إذا طلق رجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، لا نختلف، ويستحب له أن يراجعها، إذا جعل أمر النبي على سبيل الاستحباب. جيد؟
فإن طهرت وحاضت وطهرت فإن طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير، إن شاء طلقها وإن شاء إيش أمسك. إذن هو عمل بظاهر الحديث لكن جعل الأمر فيها على ماذا؟ جعل الأمر فيها على الاستحباب، كأن القول بالوجوب على ما أذكر الآن هو أشهر من قول الاستحباب في مذهبنا، يعني القول الآخر أنه يجب أن يراجع، وأيضا أفضلية أن ينتظر حيض ثم طهر، لا يكون مكروها أن يطلقها في أول طهر بعد الحيض. فهمناها؟ والله أعلى. انتهينا من هذه. إيش السؤال؟ سؤال في سنة الطلاق يكون بيننا؟ أنت طالق للسنة إذا اكتمل يكون بيننا كبرى. ثلاث طلقات. سنحتاج المسألة التي ذكرت لكم أن تراجع. إذا حصل مراجعة أخبروني فيها.